بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. من أعظم العبادات والمجالس أن يقعد المسلم وأن يجلس في مجالس العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما. وقد سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ماذا أفضل؟ هل صلاة النافلة أم مجلس العلم؟ قال: مجلس العلم. قال: لأن مجالس العلم نفعها متعد، أي يتعلم وينجو هذا الإنسان من الحرام، ويتعلم الحلال والعبادات، فيقبل على الله عن علم، ويعلم الآخر سواء أهله كزوجة أو كأولاد أو كأم أو كأب أو كأخوة، أو سواء من الأصدقاء أو من الجيران، وهذا من الصدقات الجارية. والإنسان لا يستحي إذا كان لا يعلم من السؤال. الشيطان يأتي إلى البعض يقول له: لا تسأل لكي لا يقال عنك إنك لا تعلم. وأنا كمان بدخل الأمر الآخر، بصير الكبر حتى لا يقال عنك كذا، أو يتكبر عن السؤال، أو الخجل والحياء. وهنا نبين الحياء هو خلق حسن يمنع صاحبه عما يستقبح. بعض لك لا حياء في الدين، هو أظن الإنسان ما يخجل ويسأل من صاحب منا العبارة، ما يستحي الإنسان. حتى النساء كنا يأتينا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقولنا: إن الله لا يستحي من الحق ويسألني. ربما في أمور تتعلق بالنساء، وأود تأتي السيدة عائشة وأيضا تعلمهن. والامرأة تسأل الامرأة الفقيهة والعالمة، فإن لم تجد فتسأل العالم لكي تتبين بأمورها فيما يتعلق بها. إن لم تجد الزوج أو الأب الذي يعلم، هنا مصيبة. ربما يوجد زوج غير فقيه وليس لديه علم ولا يريد أن يتعلم، وربما تقول له: اسأل عن كذا، فلا يسأل. أو الأب يترك بناته ويترك أولاده وأبناءه بغير علم، لا يعلمون الحلال من الحرام. إن شاء الله نبدأ مع أول سؤال: هل عم الزوج وأم زوجة الأب وخالة الأم أي أخت جدة الأم من المحارم؟ يعني أخت كل وحدة لوحدها. أول شيء عم الزوج، يعني الإمرأة، هل يجوز لها أن تصافح عم زوجها؟ خيرت عرشي المسألة، الزوج عنده عم، خي أبوه، هذا عمه، هل هو محرم لزوجته؟ فتح السعيد من أشرة التليفونات، نسير بالدرس زي الأمن العام، شو بنعمل؟ لا رتب، بيعرفوا حالهم اللي عملته، نصير ناخذ أرقام نحطه بكيس، كل واحد حط له رقمه وظاهر بعطي التليفون. عم الزوج مين؟ مثل ما قلنا يعني خي أبوه، منه محرم لزوجتك، منه محرم لزوجتك. بعض بيخلط، يعني بيجي مثلا بالعيد او شو بمناسبه، رايح عند عمه، تقول مرته شو بتعمل؟ بتسلم على عم زوجها، يعني خي ابوه للزوجه، هذا منه محرم لها، ما بيجوز ان تصافحها. او اذا يرون عمه على البيت الشهيد على راس على ابنه عم زوجي، شو خصك؟ ايه، منه محرم، منه من محارمك. واضح؟
وناس ما بيعرفوا أنا بفكر إنه لا ما بيأثر، لا منه من محاريبهم كما تفضل أخونا أحمد، قال لأنهم على افتراض لو مات هذا الزوج أو طلقها أو انتهت عدتها فيها دعم الزوج، يعني يجي بعدين يتزوج هذه المرأة بعد ما يطلقها هذا الزوج أو إذا توفي وانتهت ماذا عدتها. أم زوجة الأب، يعني أبو متزوج امرأة ثانية، واحد أبو عنده امرأة ثانية زوجة ثانية، مرت أبوي، مرت أبو، مرت أبو محرم له، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. بس ما عم نحكي على زوجة الأب، عم نحكي عن مين؟ أم لهذه الزوجة الأب. أيوة ست إخواته تقول أبوه، مش هي منا سته، واضحة النقطة؟ كمان منا محرم له. إيه في ناس بيخطوا إنه هذه والله مثل ما هي محرم إلي مرت أبوي خلص، وإما محرم إلي لا ما شو قصتك فيها، إما منا ستك هذه منا أمك، هي هي بمقام أم، بمقام أمك. فوالدتها أي والدة أم أو والدة يعني زوجة الأب اللي هي أم لهذه الزوجة ليست بمحرم لك، يعني على افتراض شنها اجت هذه أم زوجة الأب لوين؟ على البيت لعندك، كونوا ما عايش مع أبوك على بيت أبوك، هل يجوز أن يصافحها؟ قال لها دي مثل ستك، هل يجوز تشيك الإشارة الحجاب على راسها؟ ولو هذه منا ست منا بمحرم ماذا؟ لا واضح؟ ثالث أبن وخالة الأم، يعني أخت جدة الأم، هيك صعبناها بس هي أول شيء هيك سأل السؤال، نحن هيك هوناها حطينا خالة الأم، في ناس عم بيسأل السؤال بطريقة صعبة، أخت جدة الأم. يعني تخيل الواحد أيضا ستك أم أمك، أم أمك عندها شو؟ عندها أخت، يعني شو حتكون تقرب أمك هذه الأخت؟ خالتك. فالناس بيستعرض أخت جدة الأم، يعني خالة الأم، خالة خالة أمك خالتك، خالة الأم هي خالتك، هذه احفظوه، خال ما بقول خالة الأم خالتك، فيك تصافحها تقول خلص خالتك بمقام خالتك. وكمان عمة الأم، عمة الأم عمتك، ونفس الشيء من جهة الأب، يعني خالة أبوك وعمة أبوك كمان شو؟ بمقام خالتك وبمقام أمك من المحارم. نعم هون القضية، لو نقول خالة الأم، عمة الأم، خالة الأب، عمة الأب، هدول محارم. أما من جهة الزوجة، يعني واحد خالة زوجته، عمة زوجته، منهم محارم لك. وكمان مثل ما قلنا هلا، عم زوجة، خال زوجة، منهم محارم لك. واضح؟ يعني تروح من جهة أصلك، أمك وأبوك، خالة أمك، عمة أمك، خالة أبوك، عمة أبوك، نعم محارم. أما من جهة الزوج والزوجة منهم بمحارم. هذول شوية دقيقين الإنسان بده ينتبه لهم. البعض كمان يتخيلوا أن ما مرئي معهم، بس بعد الأيام بكونوا موجودين هذه الحالات. وبتصير فبضيعوا الناس. وهون كمان قبل ما ننتقل للسؤال الثاني، ما نتهموا بهالأمور. قضية الاختلاط والمصافحة وشو فيها وما فيها، لا. وقت بصير في فتن مثل ما مر معنا السلف، يعني خي الزوج، النبي حذر من ذلك. ماذا قال؟ قال الحمو الموت، الحمو هو المراد فيه خي الزوج، يقولون الناس السلف خي زوجي منه من محارمك، يعني قد بصير في تقولوا التعبير العامي خشبوشيه كثير،
الضحك والمزح واللعب والمصافحة وقت ما بيجوز. أوقات ليه بصير فيها تصير خيانات زوجية أو بتصير بالطالب بالطلاق بطل بدها زوجها بعدين شو بتلاقيها راحت مع خيو أو خطفها خيو وراح أو بصير أوقات حالات زنا لطيفة. يعني ما في هذه الضوابط. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر قال الحمل الموت. يعني انتبهوا يكون في الضوابط. وضع اجى على الباب خيو ما موجود، لا فوت فوت هلا بيجي خي يحكي بالشغل، او عكس السياره فوت ما في وراه. سكر البيت ما في حدا بالبيت. صار في خلوه. هون بصير يدخل ماذا؟ الشيطان. شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما خلا رجل الا كان يلطي. فهلا اذا شباب عم يختلوا ما عنده الدين عم بصير في لواط يلطي. شو حال اذا رجل وامراه عم يصير في تحرش يا لطيف؟ فالانسان بده ينتبه. نسال الله السلامه. حكم عدم الجلوس للتشهد الاول سهوا. شو يعني التشهد الاول؟ تحية ركعة. يعني اذا الصلاه ثلاثيه او رباعيه. رباعية الظهر العصر العشاء ثلاثية في التشهدين من الصبح. التشهد الأول حكمه عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سنة أبعاد. شو يعني سنة أبعاد؟ يعني إذا إنسان ما جلس للتشهد الأول بتصح الصلاة. لو عمدا؟ ولو عمدا حتى عند الشافعي. ولكن يستحب له شو يفعل؟ سجود سهو. سجود سهو. كيف بيسأل الإنسان؟ ربما إذا بياكل كثير عم يفكر بالأكل وجوعان. إذا بعده عم ياكل كمان. يكون بعده عم ياكل. أو حاج محدين إذا بدي تفضل عود بس ما تشوش عليه. أو هذا الإنسان سبحان الله كثرة الشغل وضغط العمل. أو الإمرأة في المنزل وبصير بيسأل. ولا دائما بيستنى التشهد الاول، دائما بيطيح باي ركعه. هذا بده انتباه ليه؟ يعني رب العالمين قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وكنا عندنا اشغال، وكنا عندنا ضغوطات، وكنا عندنا مسؤوليات. يعني انا منه مبرر دائما اقول انا خلص صارت شغله عاديه ما عم لا بده يخشع في صلاته. بس ليه علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء اسمه سجود سهو؟ حتى ما يصير الانسان يطلع من الصلاه ويرجع يفوت بالصلاه. نتغلبطت قد ايه وكذا يلا بسلم برجع بعيد الصلاه، قال لا. علمنا كيف نصحح الصلاه. لان هذا يصبح مدخل من مداخل الشيطان. كيف يعني؟ نعم. لا مش امام الشافعي عم يجيب احاديث النبي مش من عنده. امام الشافعي بقول الامام الشافعي من ابو حنيفه كله من السنه. ما اخترعوا شيء من عنده، كله له احاديث دليل من السنه، بس نحن كسبا للوقت ما بنعرض الادله والاحاديث. لا ما بكون معنا وقت على اسئله كثير. فالامام الشافعي لما قال في السجود سهو كان في احاديث من السنه. هلا انا سالت عن رول انه الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم سلم على راس ركعتين، كان عم يصلي صلاه رباعيه. فقالوا يا رسول الله أقصرت الصلاة عن نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. كيف حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يغفل هذا القلب عن الله؟ قال نسي. ليعلمنا شو نعمل إذا نسينا. فرجع أمر النبي أكمل صلى الله عليه وسلم وسجد للسهو. سجود السهو عبارة عن سجدتين قبل التسليم، بعد طول صلاة البومية تسجد سجدتين سهو بتسبح، ما في دعاء معين تقوله، يكفي ان تسجد وتسبح كما تسجد في الصلاه. وحكمه هون على الامام الشافعي اجتهاد منه انه شو حكمه؟ عنده سنه. فلنقول ما عادت للتشهد الاول نسيت، او حتى لو عمدا على افتراض بس طبعا يكره تعمد ذلك، صحت الصلاه وان لم تسجد للسهو. حتى قالوا اذا نسيت عن السهو، السهو عن السهو مسقط له. وهنا ايضا قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى
إذا كنت أقرب للجلوس ترجع تجلس. مرة عم تطلع تذكرت تنزل. صرت أقرب للقيام بتكمل. صرت واقف بلشت فاتحة قولا واحدا بتكمل ما بترجع. حتى عند الإمام الشافعي قال إذا رجعت وتركت ركن، يعني صرت قائم قيام ركن ونزلت لسنة بتبطل الصلاة عند الإمام الشافعي. في مذاهب أخرى قال لا تبطل، عشان في ناس ربما كان ما عندهم علم كانوا يرجعوا ينزلوا. في أقوال تانية لا تبطل. فالصلاة بدنا نخشع فيها ونأخذ بالأسباب التي تعين على الخشوع. منها ألا يكون الإنسان في مكان يكثر فيه ماذا؟ الضوضاء والدشة والضجة والكلام. يعني قاعد وين؟ أوضة الأولاد عم بيصلي، الأولاد عم بيلعبوا وكذا. قاعد بالصلاة ومدور التلفزيون. عم بيسمع نشرة الأخبار وعم بيصلي. تاخذ بالأسباب. قال سجادة الصلاة ما يكون فيها كثير زخارف، كثير أشياء ممكن تلهيك. قال إذا في أمور بدك تساويها ومعك متسع من الوقت تساويها وبعدين تصلي، بس عم بصير تفكر فيها وين؟ في الصلاة. إذا أمور مضطر إلى كذا، أو إذا إنسان يدافع الأخبثان، يدافعه الأخبثان، أو هو يدافع الأخبثين. شو يعني البول الغائط؟ موضع ثاني حسب قبل يفوت على الحمام، قال لي تفوت على الحمام ورجع تفوت إلا تصلي هو بالصلاة. بصير عم يصلي كيف؟ لا يخلص، خايف ما يخرج منه ريح او كيف بده يخشى. او اذا كان كثير جعان بس معه متسع من الوقت، اما اذا ما في متسع من الوقت يصلي بعد ذلك ياكل. ليه؟ قال يخشع في صلاته. واضح؟ هلا رفع الاصبع بالتشهد هل هو سنه ام فرض يا سعيد؟ تقول اشهد ان لا اله الا الله. بعد شيخ لما انت ما علمتنا انه رفع الاصبع يكون بهالشكل المطلوب ما يكون جالس. هيك سنة عن النبي كان. سنة. لما نقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، السنة عند الامام الشافعي ان نرفعه هكذا وان يكون هكذا معتكف، يعني او معكوفا، ان يكون معكوفا بهالطريقة. عند الامام ابو حنيفة ترفعه وترجع بتنزل. عند الإمام مالك يحرك ولكن بطريقة بطيئة، البعض بصير يحركه بسرعة، ما في دليل من طريقة تحريكه بسرعة 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 الجمهور العلماء. في قول عند البعض ولكن ليس صراحة بقول راجح، لأن الأحاديث التي ذكرت ذلك أن النبي أشار بإصبعه. فأشار يعني رفعه، اختلفوا رفعه ونزله. قد الإمام مالك قال لك فسرها بالتحريك، لكن مش التحريك اللي فيه كسرة الحركة. نعم يكسر بالتحريك، هذا صراحة من على قول جمهور العلماء. هلا البعض إذا أفتى بذلك مشي على الفتوى على من أفتاه، حتى ما ننكر على بعض الآخرين ونعمل خلافات وشقاق على أمور في الفروق، بس أنا عم ببين صراحة القول الراجح وما جاء بالأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء أن مطلقة للشيطان ليس قضية التحريك، هي لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا الذي يكون ماذا؟ مطلقة للشيطان. سؤال آخر، حكم من كان يقرأ سورة قصيرة في الركعة الثالثة والرابعة، كيف يعني؟ بعد الفتحة. بعد الفتحة أيوه. في ناس ما بيعرفوا إنه والله بالعصر بالركعة الثالثة والرابعة، أو بالظهر بالركعة الثالثة والرابعة، أو بالمغرب في الركعة الثالثة، أو بالعشاء كمان في الركعة الثالثة والرابعة، إنه بس الفاتحة. في ناس شو بيقروا؟ سورة قصيرة. بيقروا الفاتحة وبيقروا سورة قصيرة. هي السنة شو يفعل؟ فقط الفاتحة. يقول يعني الإنسان ما كان يعرف وكان يقرأ، شو حكم صلاته؟ صحيحة ولكن خالف السنة، لا تبطل الصلاة ولكن يكون ماذا؟ خالف السنة. ف
في الركعة الثالثة والرابعة فقط نقرأ سورة ماذا؟ الفاتحة. بعد يقول شيخ هذا بالضرورة يكتب الدرس ولا الأولاد الناشئ، بس في ناس ما بيعملوا، في ناس كبار سألونا هذا السؤال للي 20 سنة أقرأ سورة قصيرة في الركعة الثالثة والرابعة. هون عم نذكر عبيد شو مجالس العلم، في ناس ما بتقعد ما بتتعلم وما بتسمع. مثل ما سألنا السؤال الأول بس ذكرنا أم زوجة الأب شو لنا حجم حنين من المحارم؟ إيه؟ غلط، لا مش من المحارم، لا ما كنت أعرف. شوف سبحان الله، أم زوجة الأب قلنا بالسؤال الأول منا من المحارم، زوجة الأب هي من المحارم. مع الإيم ترجع على الفيسبوك تحضر أول سؤال. حكم من يقول لزوجته، هو ده سؤال خطير، تحرمي علي مثل أمي. هذا اليمين يا لطيف زهار، حرم زوجته على نفسه كحرمة أمه. الله تحرم علي مثل ما بتحرم علي أمي، مش قال أنت مثل أمي بالتكريم. في ناس بقول أنت مثل أمي بحبها وبكرمها، ما في أشكال، بس لا ولا تحرم. أن يحرم الوطء والجماع وألا يقترب منها وألا يعاشرها موت. والله أنت مثل أمي محرم علي، كيف يحرم علي أنه أن يقترب من أمي بهذه الأمور؟ حرمها. شو الدليل منه؟ تفضل سؤال بالموضوع. في عائلة يمام ما في اشكال، نعم نحن عم نقول هون اول بقول لها انت مثل امي او ماما انه التكريم، بس نحن هون عم نقول التحريم. في سوره في القران الكريم شو اسمها؟ سوره المجادله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. هذا اليوم اجت بامتحانات مدرسين فتوى اجنبي يعني، بس عم صلاه اليوم. فاجونا احكام الظهار. شو الظهار؟ كانوا بالجاهليه يقول واحد لزوجته انت علي كظهر امي. بالجاهليه كانوا يعتبروه طلاق، بس في الاسلام نزلت الايات وبينت انه ليس بطلاق ولكن عليه كفاره، وهذه الكفارة تحرير رقبة. على زماننا ما في، فما لم يجد شو بينتقل للمرحلة الثانية ما هي؟ صيام شهرين متتابعين. وكل ذلك قال تعالى من قبل أن يتماسا. ما تشوفون التجويد؟ مد لازم. شو يا خالد؟ كلمي مثقل، مثقل مثل ولد ضالين، ست حركات. فبده يصوم شهرين متتابعين، هذا حكم المرأة على اليمين. ولا يجوز له ان يقترب من زوجته، ان يجامعها حتى شو؟ ينتهي يخلص هذه الكفارة. هلا هي بعد زوجته بضلوا بنفس البيت ما في طلاق، ورا بعض متتابعين شهرين. اجا واحد هيك على دار الفتوى حالف على اليمين انه روح لك كفارة الظهار، فراح غاب رجع اجا قال لي ما بده يصوم بده يطعمي 60 مسكين. قلت له ليه ما بده يصوم؟ قال لي بالشغل والشغل. قلت له هذا منه عذر، قال لي جسمي ما بيتحمل. روح عند طبيب مسلم ثقة جيب لي تقرير، طب انت جسمك ما بيتحمل ورجع تعب. راح رجع اجا قال لي الطبيب قال لي خلص ما تصوم اذا ما عم تنظر. قلت له هلا قلت لك؟ قلت له وشي مين هالطبيب رحت لعنده؟ وين التقرير؟ وشحته؟ قلت له لا شرح له ولا شو اسمه؟ قلت له انا عم بعطيك فتوى بناء بدك تجيب لي تقرير من طبيب مسلم انه جسمك وصحتك ما بتتحمل صيام شهرين؟ مش انه مشقه؟ قلت له انت انا عارفين شو قصدك؟ انه انت بقى صعبه وفيها مشقه عم سكت. قلت له ما هي الحكمه من صيام الشهرين المتتابعين التضليل على من يتكلم بمثل هذا الكلام، ويجد ساعتها سبحان الله انه في صعوبه
والا لو كان انه بس طعمي 60 مسكين لا هو هيني، بس حتى الفقير بصير لك يوم ورا يوم كل يوم طعمي مسكين بيمرقوا بيتهاون ساعتها الناس بيشبهوا بهذه الايمان وبهذه الالفاظ. يا لطيف، فالظهار شرعا ما بيجوز، ولكن اذا حلفوا صار له احكام لرب العالمين. شو قال في سورة المجادلة؟ هذا القول شو؟ منكرا من القول وزورا. ليه؟ قال ما هن امهاتهم، يعني ازواجهم اللي عم يشبهوهم بالامهات، ما هن امهاتهم، ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. ما قال لي ولدتك، شو تجي تحرم زوجتك عليك؟ فهون هنا الخطوره في هذه الامور، انه البعض سبحان الله جراح لسانه ما بيجي بشو بيوقع بيحلف مثل هذا الايمان، مثل هذا لا يقع الطلاق لكن يمين عليها الكفاره بده يقوم فيها، بعد ما يقوم فيها لا يقترب من زوجته. تفضل. لا هذا منه تحريم، اوقات بيجي واحد بيقول والله فلان فلانه مثل اختي، له تكريمها او معاملتها او هي بيكون قصد، هذا ما فيها اشكال. واحد بيجي بيقول انا حتى لمرته اذا قال انت مثل امي كاحترام لك، كيف تحريم؟ عم تقول لي مانا زوجته، كيف عم تحرم؟ ما بدها تتزوج خلص، بقول لك هي طريقة هيك أدبية، أقول له أنت مثل خيي مع بتكون كلام مع بعض، بس لا أرغب، لا أرغب كزوجة، ما بترغب كزوجة. ما في كيف؟ ما في مشكلة. بس ما الكلام يعني بيكون بضوابط، ما في إنسان يقعد يمزح مع البنات ويقول هذه مثل أختي، وهذا يقعد يضحك لها، وهذا يقعد يعمل لها حركات، وهذا يقعد يمزح معها، هذه الحركات كلها ما بتجوز شرعا. بده يكون في ضوابط، نعم، خاصة نبه بين حتى الاخوات المحجبات بين الشباب، سواء في المسجد او خارج المسجد او بالحج او بالعمره، يكون في ضوابط. ماذا بصير يمزح معهم يضحكوا وياهم؟ ما بيجوز. الشيطان بيدخل، الشيطان بصير يشوف الولد عم يمزح معهم يضحك لي عم بيحبني. سبحان الله، اول سنه كليه شريعه اول ما قالونا مشايخنا انه كان يحكي على الاختلاط وكذا، قال البنت اي واحد بيضحك لها غالبا دغري بتاخذها ابعاد وبتروح فلان والله بيضحك لي فلان كذا، خاصه بهالزمن العنوسي وزمن ما في حدا عم يتزوج، و بتصير بتاخذ الافكار وبتروح وبتجي. او بالعكس الصحيح، الشاب بتقول والله فلان عم تطلع فيي وبتضحك لي وكذا، يعني انا عاجبها، بصير كل يوم بحط شيل واقف على رجلي بروح بيجي بد. انسان ضعيف ما يقول انا بصلي وانا بصوم وانا من اهل الجامع وانا من الشيطان، يعني يدخل اوقات من هذه الابواب ما فيها شيء. لا مش ما فيها شيء، حتى الواتساب اليوم اجى واحد طلع مرته قلت له لي قال لك مش على الواتساب عم تحكي واحد حتى هي صورة بنت. قال مين هالبنت؟ قالت له بنت اختي او ما بعرف شو. قال لها حلوه بتنحب؟ قالت له ابني ما بحبها. قال لها وانت كمان بتنحبي؟ عم بحطك وعم بتضحك. كمشى على شو مين هدف يعني؟ واحد غريب. قالت له بس هيك عم بحكي، ما في هون بس عم بحكي. يعني هون بدها انتباه، حتى الوجوه اللي بتنحب على على الواتساب او على الفيسبوك، اذا عم تحكي انت اخت ما فيك تبعث لها والله قلب، تبعث لها بوسات، بوسات تبعث لها شو اسمه، هون بده يكون في ضوابط كمان. غادي يبعث لي قلب او بعثت له قلب او ورده، بلش من هون، بلش شو؟ بلش القصص، بلش الخلافات. يا لطيف. نعم، لا ما منه تعقيد، هذا ما هو الاصل، اصلا ما يحكي مع بناته، يعني ولو فلان بيعرفها ولو يمكن معه
بالعمل او معه بالدراسه او شو سؤال اخر؟ في سؤال في امر واحد بس ما في شيء ثاني ولا شروط. طمنا عنك، شو عم تعمل اليوم؟ شو اكلت؟ شو سويت؟ شو كلت؟ اي اساس انت تحكي معي او عم تحكي معك؟ هون انسان يسد هذا الباب. في شيء بالشرع اسمه باب سد الذرائع. باب سد شو؟ الذرائع. هذا بعلم الاصول. شو يعني الذرائع؟ سد باب سد الذرائع، يعني في امور قد تكون ذريعه، تكون سببا للحرام، ليش انت بتسكت؟ فالنظر الى النساء، قال هذا باب للفتنه. تيجي انت بدك تغض البصر، ممنوع، حتى ما يكون هذا سبب لشو؟ لتوقع بالحرام. تيجي مثلا، كيف بنعطيك مثلا مثال بالمدرسه حتى. اثنين بضلوا بيحكوا مع بعض. حتى اولا بالجامع بالدروس او بحلقه القران، اثنين بضلوا بيحكوا مع بعض. اذا ضلوا قاعدين بحد بعض، حيشوش على الكل. لتسد هالباب بتقول له اذا بدي اقوم من هون بقعد محل. يا جاي انت تنتفع، يا بدك تيجي تقعد مع فلان، ما تقعد، روح فل الله معك. يعني ما بتجي والله بنلعب بكراسي، فلان يقعد ينام، او فلان يقعد يحكي مع فلان، او يقعد يلعب بالجيم. ما انا جاي، انت يا جاي لله، جاي تحضر درس. أو جاي تعبي كرسي، ما بنعبي كراسي. فبالمدرسة بيجوا يقولوا خيي روح ابعت ورا أهله. جاي تلعب، جاي تأذي، أو حتى بالدورة مثلا بيجوا ولد بيكون مأذي بيضرب تلاميذ بيضرب كذا، بيجي ابعت ورا أهله. هذا ما جاي يدرس، عم يأذي غيره. سد للذريعة، سد ما يفسد، سد ما يؤذي غيره، ويبقى عم يأذي نفسه. بدك تيجي أنت شو تفعل؟ تعالج هذا الامر. فهذا سبحان الله من مصادر التشريع المختلف فيها بين الفقهاء، ولكن هو باب عظيم اسمه باب سد الذرائع. نعم. هذا الخطأ من الأهل الله يجزيك الخير، يعني أوقات الأهل بدل ما يحيلوا بناتهم أو أبنائهم على الحلال يخلون يذهبوا إلى الحرام، منه مبرر كمان إنهم لما ما يستقبلوا هذا الخاطب دغري بتقال ما بيفتحوا ممكن الباب، خلص ما معه شقة ما ضيعنا وقتنا، ما بدنا لا أجار حتى ممكن ما بدهم توصيل، يكون معه شقة يا بني. أو المغالاة في المهور. النبي صلى الله عليه وسلم بين انه شو البركه بماذا؟ يكون في بركه من زواجها، ايسرهن ماذا؟ مهورا يكون اكثر بركه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء اذا نظرنا في مهور زوجاته وبناته كانت يسيره. ما كانت والله بتقولوا ارقام خياليه مثل الان. حط لها 300 ليره، حط لها 200 ليره وحط لها، لا. الاصل تسال ماذا؟ عن الدين، عن الخلق. اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، طبعا بيكون بس في حد ادنى بيقدر يفتح باب، يعني جاي هذا ما معه شيء. خلق ودينه ما معه شيء. بس مخيم بياخذ بالاسباب، كمان ما تكسر له قضيته وروح، لا. ان شاء الله اسس حالك. حسن حالك، كن معك والله مبلغ معين، تقدر شو واحد مهدي تنطلق منه، مش انت، اولادك ان شاء الله واخوانك. لا مزوج هو حتى تجي زوجته قلنا الله يهديك. سؤال اخر، حكم من يقول هذه زوجتي تكلم معها اللي بعده الخامس، ما تفسير الايه الكريمه للذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاقوا فإن الله غفور رحيم. يا ضيق بس خلص السؤال لأن شوي يعني قريب بالأيمان وكنا عم نتكلم عنه من شوي. للذين يؤلون هذا الإله، شو الإله؟ من شو جاي؟ من إنه يجي يحلف الواحد، يجي شو؟ بده يحلف. على شو عم يحلف؟ قال حلف هذا الانسان قسم يمين الا يطأ زوجته. هون ما في انه حرام مثل انه
حلف انه ما بدي اقرب. طيب ما هذه الزوجة تتضرر بذلك، مش بس كمان الزوج عنده رغبات وعنده شهوات، ايضا الزوجة. مرق اسبوع، مرق شهر، مرق شهرين، قد تربص اربعة اشهر، مر اربعة اشهر ما حرس بيمينه، يعني ما رجع كسر هذا اليمين، لا حق ان ترفع امرا لمين؟ القاضي. للقاضي. فالقاضي يرسل اليه اما ان يطلق واما شو؟ يكسر يكسر. اذا انت شو قرب عليه؟ مين بيعفك مثل ايه؟ فان فاؤوا فاؤوا شو يعني؟ رجعوا على هذا اليمين، بيكون عليه كفاره اطعام 10 مساكين، خلص حنس بيمينه مش الحق. لا ان عزم الطلاق شو يعني عزم؟ يعني اللي طلق ساعتها بيصير في طلاق، ليه؟ لانه عم يضر بمين؟ بهذه الزوجه. وهم بنشوف سبحان الله كل هذه الاحكام فيها تكريم وفيها صم للزوجه، انت ما تجي كل شوي تهدد، كل شوي تحلف وتخليها معلقه، لا لها حقوق. طبعا مش انه انا ما في طلاق وما في وما في، عم تتحاسب. اول طلقه واحد وما بترجع ثاني مره، ثالث مره خلص حرمت عليك. هون حلفت كمان ما انه تتركها وتهجرها وطول المدي في ضوابط، بس مثل ما قلنا ترفع امرها للقاضي، للقاضي يقول له طلق، اذا ما طلق القاضي له حق ان يطلق، هون بنسميه طلاق اكراه بحق اذا طلق القاضي. البعض شو بيقول؟ بقول خلص اربعة اشهر ما قرب منها طلقت، مو صحيح. ويمكن حتى ما بكون في يمين، بكون مسافر او كذا او في خلاف، هاجر او ما حاكي شيء، خلص طلقت طلقت، ما قرب منها، ما طعمها من جري، ما انفق عليها، مو صحيح. مش بقي متجوزه واحد ثاني. ايه بتروح مثلا اجى لك من السفر بعد سنين، على ما انا طلعت منها ارتبطت، شو ارتبطت؟ انت بعدك عزمت رجل، هذا ارتباط باطل، هذا الزواج باطل الثاني. على هيك بقولوا انه اذا مر اربعة اشهر وما انفق علي وما سال عني وما قرب مني طلقت منه، ما صحيح. هذه منع عند احد من العلماء. تفضل. شيخ زواج اقارب انها في الشرع انه مكروه أو مكروه مش حرام. قالوا من ناحيه سبحان الله الطبيه اذا في قرابة كثير بالنسبه لان للانجاب او بالنسبه للوالد، بس ما انه حرام. لما بتصير اوقات اولاد العم يتزوجوا او اولاد الخال او اولاد زواج صحيح، لكن كراهه يعني من الناحيه الطبيه خاصه في بعض الاحاديث بعض العلماء يعني ضعفها وبعض صححها، ولكن ليس للتحريم يعني باتفاق العلماء انه منه حرام. هلا وين الحرام؟ الاكراه على مثل زواج من فلان الى فلان من هن وصغار. يعني كبر هذا قال يلا بابا ما بدي اتزوج، لا انت انت وصغير انا وعمك حاكين انت لبنت عمك. هاي كلمه للجماعه. اعطاها ايوه هيدا عار، وصمه عار، اذا نحن هلا ما زوجناك شو وصمه عار وكذا. يعني انا ما هاتف قلبي لو كان يتزوج هلا او كمان كان ما بدها. كلمه للجماعه. لا خلص ما فيك تخالف هيك سبحان الله. في اخذ اسباب الطلاق حكيت معي برمضان، قلت له بدي احكيك ضروري وكذا، ما عم بيصاحب الوقت، حاسبه صار بعد الفجر. قلت له طيب بعد الفجر بخلص. حكيت باستراليا. قلت لي انا اهلي مزوجين من ابن عمي او من ما بعرف مين، يعني بلد معين من شخص معين، نسيت صراحه في قصه قرابه او قصه كمان انه لازم تتزوجي فلان. تزوجته خص من عنا وقعد هلا كل حياتها سبحان الله عايز. ما في سعاده، قلت ما في حياه زوجيه، ما في سعاده، ما في. قلت هذا بجوز كان طلع ظلموك اهلا شرعا، اهلها ظلموها اجبروها اجبروها على هذا الزواج. طيب هي بدها رضاها ايضا، ورضاها مش انه بس تمضي ضاغطين عليها، طبعا بشوفوا مصلحتها وكذا بس كمان لها راي. الفتاة ما تكره وانجبت منه اولاد وكذا، بس سبحان الله
قالت لي طبعه غير، كلامه غير، هو طبعا هذا برغبة كمان مين؟ الأهل. الأهل والله خلص تزوجناها واستنى عرضنا، بس هي كل حياتها عايشة شو؟ عايشة ما في صعب. نعم حتى ولو كمان لو كان ما بيعرف، أنا نسيت صراحة بيعرف ولا لا، ولو كان ما بيعرف، بس الشاهد إنه خصم عنا ضغطوا عليها وزوجوها. إذا خرجت وتنزهت مع أصدقائي ولم أخرج مع والدي في أيام العطلة، هل يعد ذلك من العقوق؟ والله صحيح. هذا كثير السؤال بينسأل، خاصة لما يكبروا الشباب و أو يتزوجوا ينسوا أهلهم. ينسى شو أهله، سواء والده أو والدته، بطل بيسأل عنه، بطل بزوره، بطل بيضهرهم، بطل بيظهر معهم، ما بيجوز. هذا نعم عقوق، إذا دائما يعني خلاص أنا الأحد دائما أنا بدي أظهر وحدي ومع رفقاتي. والده قال له طيب هل معنا شيء عمي بابا كذا؟ أو تعال عنا. قالت يجي بيظهر. في ناس هيك الربع حتى يلاطف بالكلام. كذا وما في جو ما في هذه كمان صدمة ما بيجوز. أو ربما الأم أخطر، الأم ما بتبين، الأم بتقول لك لا روح وبسط أنت ولادك ومرتك وكذا، أو روح وبسط أنت ورفقاتك، بس هي من جوا شو؟ حاسة بقلبها إنه والله ابني ما عم يضحك معي، ابني ما عم يسألني، ابني ما دائما مع مرته وولاده، دائما مع رفقاته. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اوصى ببر الوالدين. وهذا البر مهما انت كبرت وباي مرحله من مراحل عمرك، سواء بالك شاب ما تزوجت او تزوجت صار عندك اولاد او اهلك لهم اولويه ايضا. هلا اكيد بتقول لي طيب انا بدي اظهر بدي يكون لي خصوصيه مع زوجتي واولادي، ما بقول لك دائما، بس حلو والله ماما يلا الاحد ان شاء الله بنظهر مع بعض. ماما امشي والله ضاغين انا ورفقاتي وكذا، امشي بتطلعي معنا. تنبسط الام، انت عم تكرمها. وفرق بين في اولاد ثانيين ماما شي حط لك الاولاد ورايح انا ومرتي. البيبي سيتر بتتسلي فيهم انت وبابا. يلا حطنا عن جده تيتا ما تعزبوهم جيب لكم شيء يلا طالعين على الطرف جيب لكم معي حلاوة الجبن قول له تعال بابا بلا حلاوة الجبن فاضي ولادك كمان حلاوة الجبن بيكون سامعه صرع جده سكه بيطلعوا كده كمان البعض بياخذها خصم يلا بزد اولاده بروح ممكن تعملها مره كل فتره اذا اضطررت بس اهلك لتكرمهم تزورهم حتى ما تنساهم من هديه ما تنساهم سبحان الله كل فتره بتستحلي شيء لبيتك بتستحلي لاهلك بتجبنوا بيبسطوا الاهل ولو ان كانوا منهم بحاجه بقول لي عندهم كل شيء والله ما ينسون ما بقول لك بس ما ينسون اصلا لو ما ينسون انت مجبور فيه بس الهديه لما تفوت معك او هنجات الحلو او تيجي تقول لهم يلا على اليوم جاي اخذكم ونظهر بدي اقبل اول اهل قد الدنيا نص بطيخ ينبسط بطيخ ما بقسم ولا نص نص بطيخة كمان نص له نص لبيت عمه ما يزعل ما بقول لك في السيارة بنسأله ان شاء الله بدك تحطه المرة الجاية لأن هلا بدي شهد لحق الأسئلة الضعيف عم في ست دقايق تقريبا هل يجوز الأكل من النذر؟ نذر ندر نذر العرب بيقولوا نذر هو بالذات بيقول لك نذر كذا هو النذر شو النذر؟ يمين يعني أن يلزم نفسه بليس بأمر ليس بلازم عم بيوجب على نفسه شيء منه واجب بس إذا قال وجب عليه ولذلك قال العلماء مكروه هذا إمام الشافعي قال لأن هو
في حديث قد يستخرج من البخيل كان في صار في بخل يا لطيف. يعني عم بقول انه ندري علي اذا والله عندي شفاه لابني بدي اتبخر او في معنى الاشتراط رب العالمين. قال له بس اذا صح النذر اذا كان بشيء ما فيه معصيه. لان لا نذر في معصيه. قال نذر يشرب خمر يا لطيف. شو؟ نذر باطل. نذر تشلح الحلال. نذر باطل معصيه. نذر بده يكون بطاعه. وطاعه منا واجبه. قال لي شيخ انترد صلي الفجر حاضر. الله اكبر. واجب تصلي الفجر حاضر. سواء اندرت او من دنت. هذا شيء واجب. ما في نذر بالواجبات. نذر بشيء منه واجب، يذبح خروف منه واجب. نذر يذبح خروف او شاة صار واجب عليه. فاجى قال لي شيخ بس بدي السوداء انا. في ناس هيك بيسالني، شيخ فيني اكل السوداء؟ اخذ المعلقه او اخذ قطعه اشوي اشوي قلت له لا اشوي ولا بدك تشوي جيب شيء ثاني هذا الخروف كله نادر كله يوزع للفقراء مثل الزكاه لا انت بتاكل منه ولا اصلك ولا فرعك يعني الاب والام والاولاد والاحفاد ولا من تجب عليك ماذا النفقه عليه مثل الزكاه كيف في ناس ما فيك تعطيه نفس الشيء بالنذر وبحال ما كنت عارفين قال تضمن البدل اللي هي ما عارف اكلت المعلقه بتشوف قد ايه بدك تجيب بدل حتى الجزار يعني التبيح البعض بقول له ما بياخذ اجره بتعطيني شو؟ الراس والجلد وكذا لا العين ما بيصح هذا نذر مثل الاضحيه كمان بالاضحيه بدك تعطيه اجرته لواحد وهو الحبات انت بترجع تعطيه اياهم كهديه بالاضحيه ما في اشكال هلا بالنذر اذا كان هو فقير او شيء بتعطيك اجر بترجع تعطيه اياهم لانه هو فقير ما بيأثر اذا منه فقير ما بيصح تعطيهم حدا يكون فقير يستفيد منه تفضل أو لله علي، يمكن ما يقول نذرا علي، في ناس بقول لله علي افعل كذا. يعني ما ضروري بس إذا إجاني ولد أذبح خروف، لا هون حسب بيرجع للنية، إذا واحد قال إن شاء الله إذا إجاني ولد بدي أذبح خروف، بقول له قصدك نذر؟ قال لي لا، شكرا لله، بقول له هذا أمر آخر. أي أو سيارة، بقول إن شاء الله إذا جبت سيارة شيء حجم حديد، برادو، برادو بده يطلع شو؟ خالص قول هون هل نيتك ندم ولا شكر؟ قال لا شكر لله الحمد لله حق 60,000 رخيصة قلت انا بدها بقرة فقط عجل قال لي لا شكرا لله قول له فيك ساعتها تاكل شو؟ بدل ندمته هذا سؤال اخر هون هل يجوز؟ اذا نذر وبعد ما عمله بضل بذمته دين بده يبدين هل يجوز أن أقوم بنقل زميلتي في العمل معي بالسيارة إلى منزلها؟ يعني وهذه للأسف بتصير. قال لي شيخ الطريق إيه؟ حرام أحسن تطلع كل يوم بالسيرفيس بالتاكسي. أنا باخذها وأنا بجيبها. قال لي فاتحين الإزاز ما في خلو. ما أنا مخيم السيارة. قال لي مش قصة فتحت الإزاز، قصة الإيد، قصة الحكي، قصة أخذت وجهي عليك وأخذت وجهي عليك. بعد ما كان عم باب سد الزراعة والفتنة ما بيجوز. نعم؟ قال له بدي اعمل خير، رفيقه حرام مش رفيقه. صار يغير الطريق. يقول له مسعى كذا، قال له عم شوفك الطريق على طريقك، قال وين عم تشوفني من هون؟ غير صار يلف الطريق ماني تاني كمان بس ما يطلع. عمل بنات اللي معه بالشغل عمل شو؟ مثل تعول الفون كيف بيكون له خط؟ عمل خط كيف يمرق يلمهم وياخذهم عم بعمل خير معهم. شو هالخير هذا بس للبنات معك زميلاتك بالشغل انت ما شاء الله شوف صاحبه على الطريق ما بيطلع اما زميله بغض بصر عنه بتقول له غض بصر عن مرايا مش عن الصبيان ما رايح على الشغل قال له بصير اختلاط ما رايك في اخت تصلت يعني زوجة من زوجي مخانقين زوجة من عشان هالامر هيدا قالت لي كل يوم بيمرق بياخذ شو اسمه يعني زميلته بالشغل اللي هو بوصلها وبرجع. قالت لي انا بغار، قلت لها حدا انه بتغاري، شهر ما بيجوز. ما له حق. ما له حق، ما في قرابة، ما في قرابة محرمية حتى. حتى لو في قرابة بس منا محرم، ما
بس يكونوا وحدهم، لان هذا كمان مدخل لشو؟ مدخل الشيطان. وخاصة لما تكون فتاة شابة وفاتنة وجميلة، حتى لو ما هيك بس تكون هيك ورايحة الشغل وما مخلية مكياج وما مخلية ريحة، كل أسباب الفتنة شو؟ موجودة. السؤال الأخير، ما تفسير الآية الكريمة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة؟ بأي سورة هاي يا وسام؟ نساء وآتوا النساء صدقاتهن. شو يعني صدقاتهن؟ المهر. مراد هون بصدقاتهن يعني المهر. نحلة يعني عطية، يعني هو هذا عطية وهدية للزوجة، مش لوليها ياخذوا هذا، ماذا؟ للزوجة. فالصداق هنا صدقاتهن يعني المهر. نحلة أي عن طيب نفس وبدون تمنيل. ما هي أنت هيك كتبت مهر وأعطيتك مهر جبت لك ليرة ذهب، لا، هذا حق للزوجة إذا كتب تعطيها هذا المهر. أبوها ما بيقول له في بعد قص الوقت نخدم، في البعض بيجي أبوها بياخذوا المهر، ما بيجوز. نعم، ما نتجر هذا حق لمين؟ للزوجة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمنا وزدنا علما يا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم.